السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمد فتح الله. هنتكلم النهاردة في محاضرة الفيرمي جاز موديل، نموذج فيرمي. كنا اتكلمنا عن نموذج قطرة السائل ليكويد روب موديل، ونموذج القشرة الشيل موديل. النموذج الثالث اللي هو بيتكلم عن الجهد النووي اللي هو الفيرمي جاز موديل، اللي هو نموذج فيرمي. في نموذج فيرمي بيعتبر البارتكلز obeying فيرمي ديراك statistics and obey باولي exclusion principle، وإن الجسيمات في هذا النموذج بتطيع مبدأ باولي الاستبعاد، إن هو يستحيل اتنين من البروتونات أو النيوترونات يكون لهم نفس أعداد الكم الأربعة. بيفترض هنا إن في تفاعل ضعيف بين الفيرميونات. طبعا البروتونات والنيوترونات تعتبر من الفيرميونات. التفاعل بينها بيفترض ان التفاعل بينها بيبقى weakly interacting. البروتونات and neutrons are moving freely within nuclear volume. ان النيوترونات والبروتونات بتتحرك بشكل حر داخل النواة. The binding potential is generated by all nucleons. The nuclear potential will يعني الجهد النواة are considered as rectangular، يعني جهد النواة بنعتبره زي rectangular will. It is constant inside the nucleus and stop sharply at its end. The neutron and the proton distinguish fermion and are therefore situated into separate potential well. عندي هنا الفيرميونات، البروتونات والنيوترونات كل منهما بيكون لهما بئر جهد مختلف. Each energy state can occupied by two nucleons with different spin. كل مستوى يقدر أن يحمل اثنين من النيوكلونات، بحيث أحدهما السبين أب والآخر سبين داون. All available energy states، كل مستويات الطاقة بتبقى are filled by pairs of nucleons، كل مستويات الطاقة بتتملي بأزواج من النيوكلونات. No free states، ولا يوجد مستويات فارغة. No transition between states، ولا يوجد انتقالات بين هذه المستويات. The energy of highest occupied state is Fermi energy، أعلى مستوى عندي بنسميه Fermi energy level. The difference between the top of the well and Fermi level is constant. المسافة بين مستوى فيرمي وسطح أو نهاية البئر، بئر الجهد بنسميه، هي عبارة عن البايندنج انرجي، وبتبقى في حدود من 7 إلى 8 ميجا إلكترون فولت بير نيوكلون. بيقول لي هنا سؤال: show that the Fermi energy is given by Fermi energy، بيعطى بالعلاقة مستوى فيرمي بيعطى بالعلاقة 8 باي over 8 all power 2 over 3 h bar c power 2 over 2 m c square r not square. الإثبات دوت هنا عندنا زي ما انتم عارفين من مبدأ قانون عدم uncertainty principle، قانون عدم التأكيد لهايزنبرج، ان حاصل ضرب اي كميتين فيزيائيتين زي المسافة والديستانس والمومنتم يكون نسبة الخطأ فيهم في حدود ال h. فانا دلوقتي عندي، لو انا قلت ان عندي ده حجم معين من النواة، وعايزين نعرف هذا الحجم بيحتوي على كام مستوى. فعشان نقدر نعرف الحجم دوت بيحتوي على كام مستوى داخل هذا الحجم، فنقدر ان احنا نشوف المساحة الكلية ونقسمه على مساحة المربع الواحد، فيديني عدد المستويات اللي موجودة في هذا المربع. وبالتالي
لو انا افترضت يبقى ان اللي هو عدد المستويات في ال2 دي اللي هي التوتال اريا على الطول في العرض اللي هو الدي الدلتا اكس في الدي بي، يعني كل مربع من المربعات دوت الطول بتاعه دلتا، عندي هنا دي دلتا اكس وهنا دلتا بي، اما اضرب دلتا اكس في دلتا بي يديني مساحة هذا المربع. فلو انا قسمت المساحة الكلية على مساحة المربع الصغير يديني عدد المستويات اللي موجودة هنا، وبالتالي يبقى ان هتساوي التوتال اريا اللي هي المساحة الكلية، المساحة الكلية اللي هي تعتبر اللي هي اكس نوت في بي نوت على اتش اكس نوت في بي نوت، وحاصل ضرب الدلتا اكس في الدلتا بي من uncertainty principle اللي هو دي اكس دي بي اللي هو يديني اتش. ده في ال 2 دي. في ال 3 دي عندي هنا يبقى الحجم في ال 6 dimension هيساوي ال dimensional volume اللي هو ال 6 dimensional volume، هيبقى ال V R في ال V B، وعندي هنا هيبقى مقسوم تحت على الدي الدلتا اكس في الدي بي اكس في الدلتا واي في الدي بي واي في الدلتا زد في الدي بي زد. طبعا حاصل ضرب الدلتا اكس في الدي بي اكس هيديني اتش، والدلتا واي في الدي بي واي اتش ايضا، الدلتا زد في الدلتا بي زد هيديني اتش، ده هيديني اتش تكعيب. عندي هنا الفوليوم الحجم الخاص بالمومنتم لو انا اخدت شريحة من الكرة، الشريحة ديت افترضت ان عرضها دي بي وعايز اجيب عدد المستويات في هذه الشريحة، ففي الحالة ديت ال في بي هتساوي الفور باي بي سكوير في الدي بي اللي هي جزء من الشريحة الكروية، وبنشوف عدد المستويات في هذه الشريحة، وبالتالي يبقى دي ان عدد المستويات في هذه الشريحة هيساوي الدي في اللي هو الحجم الخاص بالموضع في الحجم الخاص بالمومنتم على الاتش تكعيب اللي هي تعتبر 2 اتش 2 باي اتش بار تكعيب، على اساس ان الاتش بار هي عبارة عن اتش على 2 باي، وبالتالي يبقى الاتش هي عبارة عن 2 باي في اتش بار. فيبقى المعادلة الأخيرة ديت هنبدأ نعمل تكامل عشان نجيب الـ N نفسها، يبقى الـ N هنعمل تكامل، تكامل للحجم وتكامل للمومنتم. فعندي هنا التكامل بتاع المومنتم هيبقى من الصفر إلى الماكسيمم إلى أكبر كمية تحرك بالنسبة لنا اللي هي البي ماكس، واللي هي بتساوي الفيرمي مومنتم. عندي هنا تكامل الدي في هيبقى تكاملها بفي، وتكامل البي سكوير دي بي هنزود الأس واحد يبقى بي باور 3، وهنقسم على الأس الجديد اللي هو التلاتة، وبالتالي هيبقى 1 اوفر 3 بي باور 3. وطبعا احنا خدنا الجزء دوت ثابت بره التكامل، وبالتالي هنختصر هنا الباي مع واحدة من التلاتة، وهنا الأربعة هنختصرها مع التمانية. وبالتالي عندي هنا 2 2 تايمز 3 يبقى 6، وهنا فوق في بي باور 3 على باي باور 2 اكس بار باور 3 ات تمبريتشر ايكوال 0، يعني اللي تكون النواة في الجراوند ستيت. ذا لوست ستيتس ويل بي فيلد تو اب ماكسيمم مومنتوم. طبعا النواة لما تكون في المستوى الارضي the lowest states will filled، سوف تملأ المستويات تماما حتى نصل إلى الماكسيمم مومنتم، الماكسيمم مومنتم اللي هو هيبقى أعلى مستوى
اللي هو مستوى فيرمي called the Fermi momentum بنسميه ال P Fermi. The number of states, the number of these states follows from integrating one. طبعا احنا كملنا المعادلة المعادلة ديت فادتنا ال V P power 3 على 6 باي باور 2 اتش بار تكعيب. هنضرب هنا المعادلة ديت في 2. ليه ضربنا في 2؟ لان انا عندي كل مستوى بيملأ باتنين من الفيرميونات، احدهما السبين اب والتاني السبين بتاعه داون. هنختصر هنا على الاتنين، وبالتالي هيبقى في بتساوي، وعندي في نفس الوقت ان الحجم الفوليوم حجم الكرة اللي هو 4 باي على 3 على 3 باي ار تكعيب، وبالتالي هيبقى 4 باي على 3، وانا عارف ان الار هي عبارة عن ار نوت اي باور 1 اوفر 3، وبالتالي هنكعب هذا المقدار يبقى ار نوت اي باور 1 اوفر 3 باور 3، هيبقى ار نوت باور 3 والتلاتة هنختصرها مع التلاتة تبقى اي. كده عرفت ان الفوليوم هو عبارة عن 4 باي اوفر 3 ار نوت باور 3 اي. هنعوض بالفوليوم في المعادلة رقم 3، وبالتالي هيبقى ان هتساوي p باور 3 على 3 باي باور 2 اتش بار باور 3 تايمز ال v. ال v قيمتها من المعادلة 4 اللي هي 4 باي اوفر 3 r نوت باور 3 a. هنختصر الباي هنا مع واحدة من اللي موجودين تحت، وبالتالي وعندي هنا التلاتة 3 تايمز 3 يبقى 9، ومن هنا هنقدر نجيب قيمة البي. قيمة البي هنضرب طرفين في وسطين عشان نجيب قيمة البي، فما نضرب طرفين في وسطين هيبقى 3 3 تايمز 3 هيبقى 9، يبقى 9 ان باي اتش بار باور تك باور 3 اهيت على الحاجات اللي مضروبة في البي اللي هي 4 ار نوت باور 3 اي، وديت هتبقى موجودة تحت، والقوس كله باور باي باور 1 اوفر 3 لان دوت البي باور 3 ده اس تكعيبي. هنخرج عندي هنا، انا عندي هنا اتش باور باور 3 وعندي ار نوت باور 3 هنخرجهم بره، ويبقى عندي المقدار داخل القوس اللي هو 9 باي ان اوفر 4 اي باور 1 اوفر 3. عندي هنا نيوكلس with n equal z equal n. عندي هنا في اللايت نيوكلياي في الأنوية الخفيفة بيبقى فيها سيمتري، والسيمتري دوت معناه ان عدد البروتونات بيساوي عدد النيوترونات، وبيبقى العدد البروتونات او عدد النيوترونات هو a over 2. في هذه الحالة إذا فيرمي مومنتم هيساوي، يبقى المومنتم بالنسبة لفيرمي مومنتم هو هيبقى بالنسبة للنيوترونات هو نفسه بالنسبة للبروتونات، وهيساوي اتش بار على الار نوت، وهنعوض عن الان بما يساويها لان افترضت هنا اللي هي تبقى ايه على 2، وبالتالي هنا هتبقى ايه على اي اوفر 2. هنختصر الايه هنا مع الايه، وبالتالي هتبقى 9 باي، وهنا الاثنين هتضرب في الأربعة هيبقى 8، يبقى 9 باي اوفر 8 باور 1 اوفر 3. ده يديني المومنتم اللي هو بنسميه الفيرمي مومنتم. عايزين نجيب الانرجي اللي هي الفيرمي انرجي، هيساوي بي سكوير اوفر 2 ام، وبالتالي هنربع هذا المقدار، وبالتالي بدل ما هو هيبقى 1 اوفر 3 هيبقى 2 over 3. وهنا ال h bar هتبقى h bar square، هتبقى h bar square على r not square. ممكن نضرب في مربع سرعة الضوء في النومينيتور والدومينيتورز، بحيث هيبقى h bar c power 2 على تحت 2 m
هي ال ام دي 2 ام سي سكوير. بحيث انا عملت كده على اساس معروف ان اتش بار سي اللي هو عباره عن 179 197 ميجا الكترون فولت فيرمي، وعندي الام سي سكوير اللي هي كتلة السكون للنيوترون معروفة ان هي 938. وبالتالي ما نيجي نعوض بالارقام ديت هعوض عن اتش باور سي 197 باور 2، وعندي هنا 2 في الريست ماس اوف نيوترون 938 ميجا في الار نوت اللي هو كونستانت ثابت اللي هو 1.2 فيرمي باور 2، ومضروب في بره المقدار ده 9 باي اوفر 8 باور 2 اوفر 3 بيطلع 2.3. حاصل ضرب هذا هذه الاعداد هيديني 33.3 ميجا الكترون فولت، وده يمثل طاقه مستوى فيرمي واللي هو بيبعد عن سطح النواة بالفرق. معروف ان عمق البئر 40 ميجا، وبالتالي وارتفاع الطاقة بتاعت مستوى فيرمي 33، ده معناه ان البايندينج انرجي في حدود 7 ميجا الكترون فولت. الكينيتيك انرجي هنحسب بعد كده الكينيتيك انرجي اللي هي طاقة الحركة للنواة، the dependence of binding energy of on the surplus of neutrons، surplus اللي هو excess of neutrons may be calculated within Fermi gas model. First we find the average kinetic energy per nucleon. هنجيب في الأول متوسط طاقة الحركة لكل نيوكلون، متوسط طاقة الحركة لكل نيوكلون. فاحنا هنعمل عشان نجيب المتوسط هناخد الطاقة وهنضربها في العدد وهنعمل تكامل عشان نجيب الأفريج المتوسط، هنضرب في دي بي وهنقسم على دي بي، وبالتالي عندي احنا الدي ان على الدي بي من العلاقة اللي هي كانت في الصفحة اللي فاتت، يعني كأننا هناخد هذه العلاقة اللي هي علاقة رقم 3 اللي هي علاقة رقم 3 وهنعمل لها تفاضل بالنسبة للمومنتم، وبالتالي هيبقى الدي ان على الدي بي هيساوي، انا عندي هناك كان بي باور 3 فهنعمل تفاضل هيبقى 3 بي باور 2، وهنا وبالتالي هنا هيبقى 3 هنختصرها مع الستة اللي كانت تحت، عندي هنا الدي ان باي الدي ان باي دي بي، عندي هنا هنجيبها، عندي الان من العلاقه اللي في الصفحه اللي خدناها في الصفحه السابقه ان الان هي عباره عن في على 6 باي سكوير اتش بار كيوب بي باور 3،
هنعمل تفاضل لهذا المقدار بالنسبة للبي، وبالتالي ما نيجي نعمل له تفاضل يبقى عندي هنا 3b، هنفاضل المقدار هيبقى b سكوير يبقى هنا التلاتة فوق مش تحت، يبقى 3v على 6 باي سكوير اتش بار كيوب. كل هذا المقدار يعتبر مقدار ثابت، يبقى كونستانت في بي باور 2. ده معناها ان الدي ان باي الدي ان باي دي بي هي عبارة عن ثابت في بي سكوير، وبالتالي عندي هنا الدي ان اوفر دي بي هي عبارة عن بي سكوير، هي عبارة عن بي سكوير. يبقى دي ان باي دي بي هي عبارة عن بي سكوير دي بي. وهنعوض عن الاي بما يساويها اللي هي بي سكوير على 2 ام. عندي هنا بي سكوير ضرب بي سكوير تايمز بي سكوير هيبقى بي باور 4، وعندي هنا 2 ام هتخرج بره التكامل. لما نيجي نكامل هذا المقدار هيبقى بي باور 5 ونقسم على 5، وهنا ده التكامل بتاعه هيبقى بي باور 3 ونقسم على 3. الخمسة هتبقى في هتنزل تحت في المقام، والتلاتة هتطلع في البسط، وبالتالي عندي يبقى الافريج اوف اي هو عبارة عن 3 على 5 هو عبارة عن 3 على 5، مفيش 2 هنا مفيش 3 هنا، 3 على 5 بي باور 5 على 2 5 تايمز 2 يبقى 10. وهنا هنختصر 5 مع من 3 هيبقى 2 يبقى بي باور 2. The total kinetic energy of nucleus is، عايزين نجيب التوتال كينيتيك انرجي اوف نيوكلس، فده احنا جبنا متوسط الطاقه لكل نيوكلون. طيب يبقى احنا عايزين نجيب التوتال كينيتيك انرجي للنواه. طيب النواه بتحتوي على ان من البروتونات، بتحتوي على ان من النيوترونات نيوترونز، وبتحتوي على بي بروتونز. وبالتالي يبقى احنا دلوقتي وديت متوسط طاقة لكل نيوكلون، يبقى هنضرب متوسط طاقة لكل نيوكلون في عدد النيوترونات يديني الطاقة الكلية لكل النيوكلونات، وهنضرب متوسط الطاقة للبروتون في عدد البروتونات يديني متوسط طاقة لكل البروتونات. طيب انا عندي اي اللي هي عبارة عن بي على الاي اللي هي عبارة عن 3 على 10 بي سكوير على ام، يبقى هناخد 3 على 10 على ام بره مشترك، وجوه القوس هيبقى في بي سكوير للنيوترونات وفي بي سكوير للبروتونات. وبالتالي عندي المقدار دوت، هنجد ان احنا عندنا ان الاي ان وزد بتساوي هذا المقدار. طيب هذا المقدار هيساوي 3 على 10 ام اتش بار، هنعوض عن قيمة البي، هنعوض عن قيمة البي من العلاقة السابقة اللي هي موجودة هنا، ديت قيمة البي اللي هي اتش بار على ار نوت 9 باي على 8 باور 3. وبالتالي هيبقى البي هتبقى 9 باي على 4، عندي هنا ديت باور 2 وبالتالي ديت هتبقى باور 2 اوفر 3، وعندي هنا ان وعندي هنا ان هتبقى 5 على 3 زائد زد 5 على 3. فانا عندي هنا طبعا احنا خدنا المقدار ده كله استخدمناه كقيمة بي وربعناه، فلما تربع هتبقى اتش بار سكوير على ار نوت سكوير و9 باي على 8 باور
هتبقى بدل باور 1 اوفر 3 هتبقى باور 2 اوفر 3 عشان احنا ربعنا هذا المقدار. وبالتالي هيبقى ال n ال e هتساوي ربعنا قيمة المومنتم اهيت وربعنا قيمة المومنتم بالنسبة للبروتونات وخدناها بره مشترك فاداني الباقي اللي هو n 5 over 3 زائد z 5 over 3 على a باور 2 over 3. طيب عايزين نعرف قيمة المقدار ده جبني ده عايزين نعرف قيمة طبعا المقدار السابق ده كله ده يعتبر كونستانت ثابت بالنسبة لي وعايز اعرف ان باور 5 اوفر 3 بلس زد باور 5 اوفر 3 اوفر 3 على ايه باور 2 اوفر 3 هيديني كام. طيب ازاي هنجيب قيمة هذا المقدار؟ هنجيب قيمة هذا المقدار عن طريق ان انا هنفترض ان في السيمتريك كيس ان ان بتساوي الزد وبتساوي ايه على 2 وده بيديني الحد الرابع في الليكويد دروب موديل. فانا عندي هنا هنفترض ان زد ماينس ان ايكوال ابسلون وزد بلس ان ايكوال ايه. هنفترض ان الزد عدد البروتونات هو هاف ايه في واحد زائد ابسلون اوفر ايه. ابسلون اوفر ايه ده مقدار صغير جدا يقترب من الصفر يعني كانه غير موجود يعني كان زد هي عباره عن ايه على 2. نفس الكلام عدد النيوترونات هيبقى 1 على 2 في A في 1 ناقص ايبسلون اوفر A. ايبسلون اوفر A مقدار صغير جدا يقترب من الصفر يعني ال N هي تقريبا A على 2. فحيث ايبسلون اوفر A مقدار صغير جدا جدا جدا. عندي هنا مفكوك لو استخدمنا نظرية ذات الحدين عشان نجيب المفكوك 1 بلس اكس باور ان. فانا عندي هنا ان باور 5 اوفر 3 بلس زد باور 5 اوفر 3 اللي هو المقدار ده عايزين نجيب المفكوك بتاعه. طيب احنا افترضنا ان ال ان 5 اوفر 3 بلس زد 5 اوفر 3 بيساوي قلنا بيساوي نص a في 1 ناقص ابسلون اوفر a يبقى عندي ديت نص 5 على 3 وبالتالي النص هيبقى النص اللي هنا هيبقى نص باور 5 اوفر 3 والـ A اللي هنا هتبقى A باور 5 اوفر 3 بلس 1 بلس ايبسلون نوت ايبسلون اوفر A كله باور 5 اوفر 3. ده عدد الـ Z. هنجيب عدد الـ N هيبقى نفس المقدار بس هنا هيبقى اشاره سالبه. دلوقتي عايزين نجمع هذا المقدار ونشوف قيمه الجمع هيبقى كام. طيب ده معناه ان احنا عايزين هنجمع نص باور اوفر 3 مع نص باور اوفر 3 ده جمعه بسيط نص 5 باور 5 اوفر 3 مع نص باور اوفر 3 هيبقى 2 نص طبعا نفس المقدار هيبقى كانه مضروب في 2 وعندي هنا الاثنين دي كانها اس 1 والنص تحت يطلع فوق باتنين نص ناقص 5 على 2 اما دول في حالة الضرب بنجمع الاسس وبالتالي 1 ناقص 5 على 2 هيطلع ناقص 3 على 2. اذا اما نيجي نجمع نص اس 5 على 2 زائد نص اس 5 على 2 هيطلع مجموع 2 اس ناقص 3 على 2 وايه اس 5 على 2 زائد ايه اس 5 على 2 مجموعها هيبقى 2 في ايه اس 5 على 2. فاضل القوسين دول القوس الاولاني ده 1 زائد ايبسلون على ايه اس 5 على 2 مفكوكه هيساوي 1 ان اوف اكس الان اللي هو الاس اللي هو الاس بتاعي يبقى 5 على 3 في قيمه
ال x اللي هو الحد التاني epsilon على a زائد n ناقص واحد اللي هي قيمة الأس، يعني خمسة على تلاتة في مضروب خمسة في مضروب خمسة على تلاتة ناقص واحد. دوت هيديني خمسة على تسعة، طبعا هنقسمه على اتنين في مربع الاكس اللي هي ايبسلون نوت على اي سكوير. نفس الكلام مع المقدار التاني، بس هنا بيبقى الإشارة سالبة، بيبقى الحد الأولاني موجب سالب، الحد التاني موجب سالب، وهكذا. تعالوا نجمع، ناخد خط ونجمع المقدارين، واحد زائد واحد يبقى اتنين. المقدار دوت خمسة ايبسلون على تلاتة اي، وهنا خمسة ايبسلون على تلاتة اي، مرة بالموجب ومرة بالسالب، هنختصرهم مع بعض هيبقى صفر. والحد التالت موجود مرتين فكأنه مضروب فيه اتنين. يبقى احنا دلوقتي يبقى ده حاصل جمع المقدارين دول، وحاصل جمع النص خمسة على اتنين ونص خمسة على اتنين مجموعهم ده، وحاصل جمع A خمسة على اتنين مع A خمسة على اتنين ده المجموع. فاما نجمع المقدارين كاملين مع بعض هيساوي A أس خمسة على اتنين اللي هو ده على اتنين أس ناقص تلاتة على اتنين. والمقدار دوت هيبقى مجموع، هناخد اتنين مشترك، وما ناخد الاتنين مشترك هنختصرها مع الاتنين اللي جاية من الحد دوت، وبالتالي هتبقى واحد زائد خمسة ايبسلون سكوير على تسعة اي باور تو. يبقى ده حاصل الجمع. يبقى احنا دلوقتي جمعنا المقدار دوت، طلع زي ما انتوا شايفين هنا، هناخد المقدار ده هنعوض بيه هنا، يبقى الثابت واحد على اي اس اتنين على تلاتة، وهنا A أس خمسة على تلاتة على اتنين. طبعا دي الـ A أس اتنين على تلاتة تحت، والـ A أس خمسة على تلاتة موجودة فوق، وهنا اتنين أس تلاتة على اتنين، والقوس موجود عندي. هنرجع نعوض تاني عن الإبسلون. احنا افترضنا في البداية ان الإبسلون هي عبارة عن زد ماينس ان، هنرجع نعوض بها تاني، زد ماينس ان اهي، وهنا خمسة على تسعة، وعندي هنا الـ A خمسة على تلاتة، هنا A أس اتنين على تلاتة، وهنا A أس خمسة على تلاتة. اما هنطرحهم من بعض فهيبقى لي A، الناتج الطرح منهم هندخله جوه، يبقى A هتتضرب هنا مرة وهتتضرب هنا مرة، ال A دي هتروح مع واحدة من اللي تحت فهيبقى هنا، وبالتالي بقى التي التوتال كينيتيك انرجي هي عبارة عن ثابت، مقدار ثابت في واحد على اتنين أس تلاتة على اتنين في A زائد خمسة على اتنين في N ناقص Z باور تو على A. لو انتوا جيتوا تشوفوا العلاقة ديت هنجد ان العلاقة ديت الحد الاول فيها اللي هو القوس دوت بيشبه حد الحجم في المعادلة، معادلة الكتلة شبه الوضعية اللي هي سيمي امبيريكال ماس فورمولا في الليكويد دروب موديل، والحد التاني هو يماثل الحد حد التماثل في نموذج قطرة السائل. ف from above equation it is clear that fixed mass number A the kinetic energy has minimum for n equal z. اما تكون n equal z بالتالي بتبقى الطاقة عندي أقل ما يمكن، the binding energy وفي نفس الوضع بتبقى طاقة الحركة maximum، بتبقى ال binding energy maximum وطاقة الحركة minimum. The first term in the practice in the practice في القوس ده represent يمثل the volume energy. The second term has exactly the form of symmetry energy اللي هو الحد التاني، يمثل حد التماثل in semi-empirical mass formula. ولو دخلنا قيم الام هنا في الحد دوت وجبنا قيمة الثابت وعوضنا اتش بار وارنود، سوف نحصل على ان قيمة الحد الرابع بيطلع في حدود 11 ميجا الكترون فولت، وده تقريبا نص قيمة الحد في المعادلة الشبه الوضعية، أو قيمة الحد الناتج من المعادلة
شبه الوضعية. لو جينا نشوف هنا بنجد ان الجهد الكامل للويل هو في حدود 40 ميجا، 40 ميجا، ده الجهد الكامل للجهد بيبقى في حدود 40 ميجا. عندي هنا منهم طاقة فيرمي لحد اخر مستوى بيسكن فيه النيوترونات او البروتونات، زائد الجزء الباقي بين نهاية البئر وجهد وفيرمي ليفل يمثل بايندينج انرجي. نلاحظ برضو هنا ان طاقة فيرمي للنيوترونات بيبقى اكبر من طاقة فيرمي بالنسبة للبروتونات، يعني عمق البئر بالنسبة للبروتون للنيوترونات بيبقى أكبر من عمق البئر بالنسبة للبروتونات، وبيبقى الفرق دوت نتيجة إن النيوترونات ما فيش قوة تنافر بينها وبعضها، لكن البروتونات في قوة تنافر نتيجة إن هي جسيمات موجبة الشحنة، فبيحدث قوة تنافر بينها وبين بعض اللي هي قوة تنافر كولب. هنا دوت سؤال ممكن يجي في الاختبار، والإجابة بتاعته هي الصفحتين السابقتين اللي هي من أول حساب الكينيتيك انرجي، هي إجابة هذا السؤال. بيقول لي هنا the nuclear binding energy may be approximated by the empirical expression، ده المعادلة الشبه الوضعية في نموذج قطرة السائل، بتقول ان البايندنج انرجي عباره عن مجموعه من الحدود. بيقول يوز فيرمي جاز موديل تو استيميت ماجنيتيود اوف اي 4 اللي هو حد التماثل، استخدم نموذج فيرمي لحساب حد التماثل. يو مي اسيوم ان اي نوت ايكوال تو زد اند ذات نيوكلير راديوس ونص قطر النواه اي ايكوال ار نوت اي باور 1 اوفر 3. عندي هنا بروبلم بيقول لي هنا if a heavy nucleus is stable، بحيث ان انا عندي هنا طاقة فيرمي كمية الحركة للنيوترونات وكمية الحركة للبروتونات اللي هي هنا بيكون متساوي، نهايتهم متساوية. Show that the potential for neutrons must be deeper. بيقول لي هنا وضح أن الجهد بالنسبة للنيوترونات بيبقى أعمق من البروتونات. الريشيو، وهنفترض أن الريشيو N over N equal Z، N over Z ريشيو N over هنا N over Z is 1.4. Draw a symmetric representation of proton. وارسم كمان symmetric representation، ارسم شكل بيوضح the proton and the neutron well اللي هو بئر الجهد للبروتونات وبئر الجهد للنيوترونات. The Coulomb potential applied to proton only. وطبعا الجهد كولوم بيبقى بيطبق للبروتونات فقط. عندي هنا كمية الحركة للبروتونات اللي هي H بار على R نوت 9 باي N على 4A باور 1 over 3، وبالتالي هنا H بار على R نوت هناخد ال N على ال A في قوس منفصل، وهنجيب قيمة الأجزاء الثوابت كلها اللي هي H بار قيمتها 197 ميجا الكترون فولت فيرمي على سرعة الضوء، وعندي هنا ار نوت هنعتبر ان هي 1.15 فيرمي في 9 في 3.14 على 4، قيمة هذا المقدار هيطلع
329 في ان على ايه اللي هي باور 1 اوفر 3 ميجا الكترون فولت على سي. عندي هنا ان على ايه، قيمه ان على ايه هتساوي ان اللي هي عدد البروتونات او عدد النيوترونات. بالنسبه للبروتونات هتبقى ان بالنسبه لي هي عدد البروتونات اللي هي زد، وايه هي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. طيب عدد النيوترونات هتخلي المعادله دي كلها في متغير واحد اللي هو الزد اللي هو عدد البروتونات، وهتبقى زد على زد بلس عدد النيوترونات. احنا قلنا الريشيو ان على زد هي في حدود 1.4، ده معناه ان ال ان هي عباره عن 1.4 زد، وبالتالي هيبقى 1/2 لان هناخد زد مشترك وهنختصرها مع زد اللي فوق، بالتالي هتبقى 1/2. ده بالنسبة للبروتونات. بالنسبة للنيترونات هتبقى ان تمثل للنيترونات بالنسبة لي، وبالنسبة لي في الوضع دوت هيبقى الاي هي اي بلس ان ديت ان، يبقى ان على زد بلس ان هنعوض عن قيمة الزد بما يساويها اللي هي تبقى ان على 1.4، هنعوض عن قيمة الزد هتبقى ان على 1.4 زائد ان. وهنا هنختصر الان مع الان مع الان، وهناخد عامل مشترك 1.4 وهيطلع فوق، وبالتالي يبقى 1.4/2 ديت هتبقى ان على زد. ده بالنسبة للنيوترونات. يبقى انا دلوقتي عرفت ان ان على زد بالنسبة للبروتونات هتبقى 1/2، وان على زد بالنسبة للنيوترونات هتبقى 1.4/2. هنعوض بالكلام دوت في المعادلة اللي هنا، المعادلة مثلا رقم 1، وبالتالي يبقى البي ان اللي هي كمية الفيرمي مومنتوم للنيوترونات، ده الفيرمي ليفل الفيرمي انرجي ديت بي للبروتونات، هتبقى 329 في 1/2 بس 1/3. وهنا بالنسبة للنيوترونات نفس الكلام، هيبقى 329، وهنا هنعوض نسبة ان على ايه ب1.4/2 أس 1/3. هنا في الحالة الأولى هيطلع 446، وهنا هيطلع 275. طيب من هنا نقدر نجيب الانرجي اللي هي الطاقة اللي هي بي سكوير على 2 ام. بي سكوير على 2 ام هنربع هذا المقدار ونقسم على كتلة السكون النيوترونات، هيطلع 32. ده معناه ان الفيرمي ليفل هيبقى 32 ميجا الكترون فولت. تعالوا نشوف بالنسبة للنيوترونات هيطلع كام. يبقى بي سكوير على 2 ام هيبقى 275 باور 2 على 2 في 935 هيطلع 40. ده معناه ان عمق البئر بالنسبة للنيوترونات هيبقى 40، لكن عمق البئر بالنسبة للبروتونات هيبقى 32. فعمق البئر بالنسبة للنيوترونات اكبر من عمق البئر بالنسبة للبروتونات. وطبعا ده نتيجة ان في قوة تنافر موجودة بين البروتونات وبعضها، هذه القوة غير متواجدة في حالة النيوترونات.